شفنا وياكم مشاهدينا واحدة من أحلى الصور الحية اللي قاعدين نشوفها ونستمتع فيها هالأيام من مهرجان البحرين للطعام اللي تطلقه هيئة البحرين للسياحة والمعارض واللي راح يكون مستمر حتى 6 مارس القادم. إن شاء الله يمددونه أكثر. سمعت أنا خبر جميل قبل شوي مثل ما الكل زاروه، يعني الكل يتكلم عن هالمهرجان بطريقة جميلة. عشان نتعرف على هالمهرجان وتفاصيله أكثر، معنا في الاستوديو الأستاذة هدى الحمر، رئيس التخطيط والتطوير السياحي بهيئة البحرين للسياحة والمعارض. مساء النجاحات وهالإنجاز الجميل أستاذة هدى. مساء النور وأهلا وسهلا فيكم، ونشكر هاللفتة الجميلة من تلفزيون البحرين وتعاونها المميز صراحة في تغطية جميع الفعاليات السياحية. الله يخليك، بالفعل يعني هذا المهرجان يستحق أكبر من هالتغطية، ويستحق يعني كل خير إبداعكم والجهود الجبارة اللي نشوفها جميلة. سناب شات اللوادم كلها اليوم في البحرين، وأيضا الزوار اللي أحبه من دول الخليج مليئة بهذه الصور الحية اللي تعبر عن البحرين المليئة بالفعاليات، المليئة بالحب، حب كل شيء، ومنها أيضا حب الطعام بلا شك. أستاذ هدى، أخذ منكم مجهود ووقت ربما طويل، خلنا نقول الإعداد له، أجواء جميلة حلوة استغليتوها واستغليتوا مكان قمة في الروعة بمنظر حضاري جميل في البحرين. كلمينا عن استعداداتكم، مش معنى اخترتوا هالمكان؟ طبعا كما تعرف يعني عكفت هيئة البحرين للسياحة والمعارض خلال عام 2016 وهذه طبعا 2017 ان هي تعد رزنامة متكاملة من الفعاليات، تكون هذه الرزنامة متنوعة تلبي احتياجات السواح وتلبي مختلف الأذواق. نعم. فطبعاً هو مهرجان الطعام هذه هي النسخة الثانية. طبعاً هو إحنا يعني جهزنا لهذه المهرجان، وبالتحديد في هذا الموقع. طبعاً هذا الموقع لأن أول شيء هو الموقع استراتيجي. نعم. متوفرة فيه جميع الخدمات اللوجستية، متوفرة فيه الخدمات اللي إحنا نحسها إن هي سوف تضيف للمهرجان النجاح. نعم. ايضا الموقع هذا يملك منظر جميل، واذا بالفعل. انت ان شاء الله زرتنا في هذا المكان بتشوف يملك منظر جميل، فامور كثيره خلتنا يعني نختار هذا المكان. نعم. بالتعاون مع بحرين بي ومشكورين. ايضا طبعا الفتره اللي احنا اختاريناها هي الفتره اللي حسب ما تعرف انت البحرين هالايام تعيش أحلى جو اجواء قاعدين نعيشها للامانه هالايام. بالضبط، وخاصه انه هو هذا المهرجان خارجي، فيحتاج انه يكون هناك جو مناسب للي هو هذا يعني للزوار والسواح. نعم. انهم يستمتعون بهذا المهرجان. جميل. طبعا استاذ هدى، عاده يعني هذه مثل ما ذكرتي حضرتك النسخه الثانيه. نعم. من المهرجان، مهرجان الطعام، يعني عاده ما يعني النسخ اللي تلحق النسخ الاولى. صحيح. النسخه الثانيه الثالثه ان شاء الله نشوفها في العام القادم باذن الله، تكون يعني تجربتها انضج مثل ما نقول، اكتسبتم من خلالها خبره. صحيح. اكتسبتم من خلالها يعني في تنظيم هالمعرض على وجه الخصوص خلينا نقول. صحيح. شو المميز في النسخة الثانية اليوم من مهرجان الطعام؟ طبعاً كثير من يعني الإيجابيات والسلبيات. طبعاً استفادنا إحنا من اللي هو المهرجان اللي هو النسخة الأولى. نعم. طبعاً هو النسخة الأولى كان في مجمع اللي هو العدلية 338. نعم. وانت عارف مجمع 338 هو مجمع للمطاعم كلها، من أكثر المجمعات يعني الحيوية في الحيوية. نعم. نعم. فإحنا كان اللي هو النسخة الأولى قلنا على أساس إن إحنا بدلا نروج فقط للمطاعم الموجودة في المهرجان نبي نروج أيضا للمطاعم الموجودة في هذه المنطقة. نعم. وبالفعل كان هو ناجح، لكن أيضا كان هناك شيء سلبي هي المساحة. نعم. السنة إحنا طبعا تخطينا هذا الموضوع. مساحة حوالي 400 متر مربع. نعم. اللي هو امتداد اللي هو المنطقة والمساحة للمهرجان. جميل. طبعا المحلات والمطاعم زادت عندنا، العام كانت 30 مطعم، السنة وصلوا إلى 57. ما شاء الله. اي طبعا السنة كان الأسر المنتجة شاركت عندنا. نعم. اللي هم الحرفيين، مسارح اللي هو تقديم. جميل. حرصكم على انهم يكونون موجودين في مدن. نعم. نعم. نحييكم عليه. اي نعم. نعم. ويكون في مسارح اللي هو عروض الطهي المباشر، ايضا هناك مسارح لتقديم اللي هو الفرق الموسيقية والأشياء الترفيهية. نعم. فحاولنا نكون نغذي جميع الأذواق،
وايضا ان احنا استفادينا من طبعا اللي هو اذواق الزوار اللي كانوا موجودين في عام 2016، فكنا نشوف رايهم شنو اللي يبونه، فكل ابو الحمد لله حاولنا ننفذه، وما زلنا ندرس نعمل حتى الان نعمل مسوحات ونشوف شنو الاشياء اللي احنا ممكن نتخطاها حتى ان شاء الله في النسخه الثالثه. تكتسبون منها بلا شك يعني خبره. يعني يمكن هو على البال ولكن فاتك انك تقولين. اتوقع انا سمعت يعني ودي تاكدين له المعلومه ايضا ان هالمهرجان هالعام في امور خاصه للاطفال، الطبخ للاطفال، فيريد تكلمينا عنه يعني. نعم موجود هناك عروض لتعليم الاطفال لتعليم الكبار، عروض حيه مباشره من يعني شيف مشهور موجود، ويكون له برنامج على طول فتره المهرجان. يعني الكل اليوم لازم يتعلم يطبخ وياكل. جميل جدا. لغه الارقام استاذ هدى دائما هي لغه ابلغ من الحروف يقال. يعني ودنا نعرف احنا العدد الضخم اللي قاعدين نشوف احنا ما في محط ريل مثل ما نقول. اي ما شاء الله. ودنا نعرف الاحصائيه وصلتوا لها لحد اليوم كم يوم. والله خلال الاربعه الايام خلال الاربعه ايام تعدينا 15000 زائر. ما شاء الله، اربع ايام 15000. اي نعم 15000 عديناهم يعني. هائل. كان البارحه يمكن الـ يعني شيء مو طبيعي، يعني العدد ما شاء الله، واحنا هو المفترض الايام العاديه للساعه 10 الناس للساعه 10 قاعده تدخل، يعني 10 الى 10 قاعده تدخل. لا لا وانتم بتسكرونهم الحين يا ابو مدحت. قاعدين يجوني. نعم. هل هناك خطه ان انتم تمددون في الويكند الوقت ولا للحين؟ هو الويكند لا، الويكند بيكون للساعه 12 بيبتدي يعني بينتهي للساعه 12 والايام العاديه ل 10. بس طبعا في خطه طبعا ان احنا بناء على طلب الناس والحاح الناس ان احنا نمدد فتره المهرجان. نعم فتره المهرجان ان شاء الله. إن شاء الله. نبي احنا الشيء الحاصره منك في ختام اللقاء ضروري تقول لنا يعني بعض المعلومات اللي حصريه لبرنامجنا. ان شاء الله. احنا قاعدين نطلع لقطات ربما على الشاشه، لقطات للامانه جميلة جدا تعكس جمال هالديرة الحلوة اللي تليق فيها مثل هذه المهرجانات. جميل هناك عروض مصاحبة تقام أيضا بجانب أمور الطعام والأكل، أضواء جميلة ما شاء الله. نعم. يا ريت تتكلمين عن العروض المصاحبة اللي موجودة في هالمهرجان. طبعا العروض مثل ما قلت لك عندنا هو طبعا مسرح عائم، وهذه طبعا هذه أول مرة احنا نسويه. نعم. وهذه تعرض عليه فرق موسيقية طبعا، يعني برامج موسيقية. جميل. وعندنا مسرح طبعا ثاني اللي هو عروض موسيقية أخرى. عندنا مسارح أخرى مثل ما قلت لك اللي هي عروض طهي الحي. نعم. والمباشر عندنا طبعا عروض أخرى طبعا للأطفال في أمور ثانية يعني. فهو يعني مثل ما تقول هو مهرجان فعلا للطعام لكن في نفس الوقت ترفيهي عائلي. جميل. الهدف أستاذ هدى هو يعني اليوم ما قاعدين نخاطب الجمهور البحريني أو العائلة البحرينية أو الشباب البحريني فقط. طبعا. ربما أنتم هدفكم أكبر حتى جذب السائح الخليجي. السائح الخليجي. أريد تكلمين. نعم. عن أهدافكم كهيئة اليوم بخصوص إقامتكم لهذا المهرجان، شو اللي يهدف له المهرجان تحديدا؟ شلون شفتي تفاعل الزوار من خارج مملكة البحرين مع هالمهرجان؟ نعم طبعا هو الهدف من هذه طبعا أول شيء دعم قطاع اللي هو المطاعم واللي هو المطاعم المبتدئة أيضا اللي احنا نقول عنها المؤسسات الصغيرة. نعم. اليوم أنت تبي تقدم شيء جديد للسائح، تبي تقدم شيء جديد للزائر. نعم. تبي برنامج ترفيهي عائلي، واحنا دائما نستقطب السياحة العائلية. صحيح. فالأهداف احنا اللي مساوينها تقريبا واللي احنا نسمي إليها هو طبعا رفع الوعي للقطاع اللي هو قطاع المطاعم. نعم. اللي هو تشجيعهم تنشيط هذه الحركة، تنشيط السياحة العائلية، استقطاب زوار وسياح أكثر. جميل جدا. اغلب الزوار اللي لحد اليوم وصلوكم من يعني من جنسيات خليجيه وايضا هناك. نعم. ايضا اجانب. نعم نعم كثير من طبعا من دول مجلس التعاون، خاصه احنا يعني اخذنا بعين الاعتبار انه هو توقيت هذا المهرجان بالتزامن مع الاعياد الوطنيه في دوله الكويت الشقيقه. جميل. فكثير من الشعب الكويتي متواجد، ايضا شعبنا. نعم. حبيبنا اللي هو الشعب السعودي. نعم. نعم. كثير من المقيمين في المنطقة الشرقية. نعم. اللي هم أيضا المقيمين في البحرين، فالحمد لله في تفاعل ممتاز. نعم. الحمد بلا لله. شك تحية لكل الأحبة الأشقاء في دول الخليج العربي. وأنا للأمانة على طاري مدام ذكرت الكويت، يعني أحد الأصدقاء اللي يعشقون الطبخ عندي واحد من الشباب تعنى يعني للأمانة مبالغ فيها، يم الكويت يوم حضر المهرجان.
نعم. ورجع في نفس اليوم يعني رد الديرة. ما شاء الله. يعني لو أنا يعني فخور بهالعمل الجميل اللي أنتم قاعدين تقومون فيه، كلنا أكيد كبحرينيين نفخر إنه موجود هالكم الجميل. نعم. يعني من البرامج اللي قاعدين تقيمونها طوال السنة. نعم. إيش كثر يعني هالمهرجان يعتبر بالنسبة لكم أستاذة هدى منصة لاستعراض المشاريع المحلية، المشاريع البحرينية؟ نعم. يعني للتأكيد على مكانة البحرين في فن الطبخ، في المأكولات البحرينية، المأكولات الشعبية وغير الشعبية، تفنن هالشباب اللي نشوفه اليوم. نعم. احنا نعم نعم طبعا هو يعني انا اقول لك هو قطاع المطاعم هو قطاع يعتبر أداة من أدوات طبعا اللي هو السياحة بلا شك. نعم. اليوم يعتمد طبعا هو على اللي هو القطاع السياحي، يعتمد على جزء كبير من اللي هي الضيافة والضيافة والمأكولات. نعم. فهذا القطاع جدا مهم بالنسبة لنا كسياحة، كمشروع ان انت اليوم تستثمر في الطاقات الشبابية، تستثمر في المشاريع المتميزة. نعم. اللي هي الغير مكررة، وبالتالي انك انت تشجعهم. فهذا اليوم احنا قبل هذه المهرجان كان في اللي هو في جائزة، اللي طبعا جائزة الطعام، هذا احنا نسويها بعد، سويناها العام والسنة. جميل. نحفز المطاعم في مملكة البحرين على انها هي تنخرط في هذه النوع هذه من المشاريع. صحيح. اللي اي نعم اللي هي تكون لها تأثير مباشر في قطاع السياحة. واليوم احنا البحرين توجهها بشكل رئيسي الى الاستثمار في السياحة. جميل. 57 مطعم و 57 يعني جهة مشاركة في هالمهرجان هالعام، بعد ما كان حوالي 30 خلنا نقول. اي نعم. يعني للأمانة قفزة هائلة لكم، وقفزة جميلة في إظهاركم لهذه الكم من الجهات المهتمة بالطعام وبهالمأكولات وبهالضيافة، أكيد اللي يشرفون مملكتنا الحبيبة البحرين. الشيء الحلو اللي لاحظناه أستاذ هدى أن مجانا الدخول للجميع متاح. نعم. بلا رسوم دخول ولا أي شيء ثاني يعني تطلبون فيه. نبي نعرف الرسالة اللي حبيتوا توصلونها من خلال جعلكم هالدخول مجاني لكل الجمهور. صحيح. الرسالة هي تؤكد الهدف اللي احنا نبيه. الهدف هي إنعاش هذا النوع من النشاط، دعم المؤسسات الصغيرة، دعم المطاعم الصغيرة، اللي هو طبعا زيادة اللي هو جو الترفيه العائلي. فهذه الأمور كلها خلتنا ان احنا طبعا يعني نؤيد ان هي ما تكون هناك رسوم، نبي الكل يكون مستانس، ونبي الكل يكون زائر لهذا المهرجان والكل مستمتع. نعم. فهذه من الأشياء اللي احنا يعني حرصنا ان هي تكون للكل والكل الجميع. نعم. انا اتوقع ان دل الأمانة، يعني اتوقع انا بكمل جواب سؤالك ولو اني انا سألت، اتوقع ان دل هذا الموضوع على شيء يدل على انكم يعني ناس مضيافة، والبحرين بلد مضياف يرحب بالجميع، يطعم الجميع، وخيرنا. نعم. اكيد واصل على اهلنا، على احبتنا. احنا البحرينيين يعني معروفين بالكرم، ومعروفين. نعم. ان احنا دائما نضيف الناس العزيز. صحيح. الحبيب. صحيح. القريب حتى البعيد اللي ما نشوفه وزوارنا كثير. هذه اتوقع هذه اللي يدل عليه الدخول المجاني. صحيح. اللي انتم سانحينه للجميع. نعم. هذه عاداتنا وهذه تقاليدنا، واحنا ترى عكفنا على عمل هالمهرجانات وبشكل متنوع. وهو ان احنا نبي نضع البحرين على الخارطه السياحيه. نعم. فهذه المهرجانات قاعده تستوي، وقاعدين احنا يعني يمكن 2016 لما اول ما ابتدينا نسوي هذا المهرجان كان الاقبال متوسط. نعم. لكن من بعد الحمد لله النجاح، وبعد كسب ثقة الزائر، فابتدت هناك تولد ثقة ان هناك برامج. صحيح. هناك فعاليات يعني ممكن ان احنا نثق في ذوقها ونثق في، فهذا الشيء قاعد يمشينا الحمد لله الى ان وضع البحرين على الخارطه السياحيه. نعم. انتم قدها وقدود ان شاء الله، وشغلكم للامانه مقدر، ونثمن لكم. يعني انا اليوم اتكلم بصوتي انا كشاب بحريني. نعم. واكيد انقل شكر كثير من الشباب، اكيد ياتكم تعليقات كثيره، ياتكم فيدباك جميل بلا شك، يمكن يصاحب بعض الملاحظات. اكيد البحرينيين نحبهم. نعم. للخير دائما يدفعهم انهم يمكن يطرحون ملاحظاتهم على الجهات. صحيح. المعنيه والمختصه. صحيح. بختم وياك انا مساعة، قلت لك تبين تعطينا معلومة زيادة، معلومة حصرية من خلال مهرجان البحرين اليوم. الناس اللي تبي تحضر ومثلي عندها امتحانات وما قد تقدر تحضر هالايام، شو الحل استاذة هدى؟ لا ان شاء الله باذن الله. طبعا هو مثل ما قلت لك هذه مو طلبك بس، طلب. نعم. العديد من حتى اللي جاوا وزاروا ويبون. نعم. يرجعون مرة ثانية. فالكل يطلب تمديد هذا المهرجان،
فالحين احنا ان شاء الله في اللجنه التنظيميه قاعدين ندرس اللي هو طبعا تمديده، وان شاء الله بنعلن الفتره اللي هي التمديد. جميل. ان شاء الله انا باكر حجزوا لي بارك موجود عندكم بكره باذن الله. حياك الله. نطلع الامتحان ضروري نوركم. حياك الله. حياك استاذ هدى الحمر رئيس التخطيط والتطوير السياحي بهيئه البحرين للسياحه والمعارض، اشكرك واشكر جمال حضورك واشكر كل العاملين بهذه الهيئه. الله يسلمك. شكرا لكم. الله يسلمك.